مسألة زراعة الشعر حكمها الشرعي يجوز ولا ما يجوز؟ اللي سوى زراعة شعر شلون يمسح على رأسه، شلون يغتسل من الجنابة إذا أجنب، كذلك شلون يسجد والدكتور قال ممنوع أنك تسجد مو زين لك، كل راح نجاوب عنها. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا مسألة صفة المسح على الرأس، إذا كان واحد مسوي زراعة شعر سهلة جدا، أنت الآن زراعة الشعر حكمها الشرعي يجوز، وبها فتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو فتوى مجمع فقه الإسلامي. يأخذون من وراء بعض الجذور ويضعونها يحطونها على رأسه من فوق. الآن هنا في عملية، هنا في عملية، الجهة هذا ما في عملية، يمسح من الجهة هذه، يمسح. بعض يروح يتيمم وهذا خطأ. طيب الاغتسال شلون؟ يغسل جسمه كله، يغتسل اغتسال عادي. عند الرأس يمسح، يغسل وجهه، الرأس يمسح، ما قدر خلاص على اللي يستطيعه. حاطي شاش يمسح عليه فقط، وهنا ترتفع جنابه ويصلي ولا حرج عليه. لكن يتيمم ويقدر غسل جسمه، هذا خطأ ولا يصح. وأهم موضوع في قضية السجود، السجود لازم يكون على سبع أعظم، ما تقدر عظم ما تستطيعه تتركه. سبع أعظم: الوجه عظم، اليدين، الركبتين، القدمين. بعض الناس مسوي عملية بعينه ولا بخشمه ولا ما يقدر يسجد على وجهه، عنده مشكلة، أو على إيده، يروح يحط كرسي ويقعد ويسجد هكذا. لا خطأ، أنت تستطيع أن تسجد على ست أعظم، السابع ما تقدر وجهك، شو سوي؟ أنزل، الله أكبر، سجود، أنزل كأني أسجد، لكن أحط إيدي هكذا والركبتين ورافع رأسي، ممنوع رأسي، الله أكبر هكذا. أمرت أن أسجد على سبع أعظم، ست أعظم أقدر عليها، أسجد على ست أعظم، تنزل إيدك ثنتين والركبتين والقدمين، أما رأسك أرفعه، إيدك مكسورة ترفعها تسجد عادي، سجود عادي. أما أن يعطل الأعضاء السبعة كلها عشان عضو واحد، لا هذا خطأ، خطأ، ما يصير تصلي على الكرسي، تصلي على الكرسي إذا ما تقدر أنك أنت تجلس على الأرض. توم إيماء، صلي قائما، ما استطعت جالسا، ما استطعت على جنبك. وقال عليه الصلاة أو إيماء، اللي ما يقدر. شفت بعض الناس مسوي زراعة ولا مسوي عملية بعينه شبكية ولا مسوي عملية بالأنف، يصلي على الكرسي يقول والله الدكتور مانع من السجود، إيمانك من السجود لا تنزل رأسك، لو يطيح الموبايل ولا يطيح المفتاح راح تنزل وتاخذ، تحط الشاحن، تركب أي شيء، صح؟ في الصلاة والله يصلي وهو جالس، لا خطأ. نعم الدكتور يمنع انك تحط وجهك على الارض والدم ينزل كله، انت شو تسوي؟ راسك ممنوع السجود عليه، انزل على اعضائي كلها، انزل، خلي اعضائي الستة تلمس الارض، احط ايدي ثنتين، ركبتي الركبتين والقدمين، هذه الصلاة صحيحة. خطأ عظيم، يصلي على الكرسي ويقدر هو يوقف ويمشي، لا، لو واحد ما يقدر انه يقوم كل شوي يكبر عند الإحرام بعدين يجلس ويكمل صلاته كله وجالس، لأن السجود على الأعضاء السبعة أولى من القيامة، حال الصلاة كله يوقف الله أكبر عند ركعة الأولى، ركزوا معي، الله أكبر، يركع ويرفع ويسجد، بس ما يقدر يقوم، خلاص يتربع ويقعد عند السجود، يسجد السجود العادي. هذا تنبيه مهم جدا لازم احنا. يا شيخ والله ما كنت تدري، كله صلي وأنا على الكرسي وأنا ما أقدر، ما تدري، ما عليك شيء، صليت صلوات واجد ما تدري، ما عليك شيء، الدين يسر، الدين يسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكنا عليه، أنت أخطأت، هذا خطأ عظيم، أنك تترك الأعضاء الستة عشان عضو السابع، السابع ما تقدر أرفعه على الأرض، انزل، خل الأعضاء كلها تلمس القاع، ما تقدر توقف كل شوي تقوم تقوم، أقعد تم جالس، لأنك أنت إذا قعدت على الكرسي عطت الأعضاء السبعة، أنت تقدر تسجد، لو ينشبون الغداء ولا العشاء نزل رفع عليك وضرب الخمس ومد رجله، عاد اجلس على القاع، أقعد، مو لازم تقوم كل شوي، ما تقدر تقوم هنا صلي جالس، بس اهم شيء الاحرام متوقف، بعدين اجلس كامل صلاتك كلها وانت جالس. اما اني اسجد هكذا بالهواء او ايماء، بعضهم يقول انا اسجد على ايدي وبعضهم يحط ايده هكذا، الله اكبر، في تاليف اكثر اخوي، كم واحد اشوف لما يصلي الله اكبر شنو هذا، يقول انا اسجد على الهواء، اي الف الف عادي ما عندك. اظن ضبطنا الشباب اللي مسوين زراعه، عسى الله تعالى يحفظهم، وهذا سؤال اكثر سؤال ياتي من تركيا، عسى الله يردهم سالمين ويحفظ البلاد والعباد، وهذه مسائل مهمة جدا، أحكام الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عسى الله يحفظكم، أشوفكم على خير إن شاء الله.